تحدثنا عن وقاية مدنية، تحدثنا عن فريق طبي، وكأن الأعداد بدأت كذلك تتكاثر فيما يخص تواجد البعض. نعم، ولكن بالنسبة للمسؤولين أنا أستطيع أن أشاهدهم من هنا، لا يدخلون إلى عمق النفق، هم متوقفون في فسحة في بداية يعني النفق، وهو مكان مكشوف نستطيع رؤيتهم منه. من يدخلون فقط هم عناصر الوقاية المدنية، وقبلهم دخل المهندس الطوبوغرافي، وربما وكما أسلفنا هناك أطقم طاقم طبي موجود هناك. الآن يدخل عنصر رابع من أفراد الوقاية المدنية إلى يتجه، وآخر يخرج. طيب يعني عنصر من الوقاية المدنية، إذا كنتم تشاهدان إذا كنتم تشاهدون أحدهم دخل الثاني يدخل وأحدهم يخرج.